لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، اما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الامور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانة، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وهذا الباب لا شك أنه باب عظيم، فيه حث لكل ذي ولاية أن يتخذ تحته من يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه ما من صاحب ولاية إلا وعليه بطانتان، إما بطانة سوء وإما بطانة خير، فإن استجاب لبطانة السوء فسد، وإن استجاب للبطانة الحسنة فإنه يصلح في الناس وفي العباد. ولذلك علينا في مثل هذه الأحوال أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزق من ولاه الله عز وجل الأمر البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير، لأن في وجودها وجود الخير وفي انتفائها وجود الشر. فعلينا أن نكثر من الدعاء أن الله عز وجل أن الله يصلح البطانة لكل ولاة الأمور، سواء كانت هذه الولاية صغيرة أو كانت هذه الولاية كبيرة، فكل ذي ولاية له بطانة، فندعو الله عز وجل أن يصلح له هذه البطانة ليصلح الحال. فهنا قال الأخلاء، قال الله تعالى الأخلاء، والخلة هي أعظم مراتب المحبة، أعظم مراتب المحبة الخلة. والله سبحانه وتعالى يوصف بالخلة، وقد اتخذ من عباده خليلين هما إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهما خليل الله، ولذلك يخطب بعض الناس فيقول: إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله. وهذا تنزيل من مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هو خليل الله، محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، خلته كخلة إبراهيم كما قال صلى الله عليه وسلم. المراد في هذه الآية أن الأخلاء الذين وصلوا إلى أعلى مراتب المحبة في هذه الحياة الدنيا تكون يوم القيامة خلتهم عداوة. لماذا؟ إن هذه الخلة وهذه الصحبة لم تكن في ذات الله ولم تكن لله، ولم يكن في هذه الخلة والصحبة أمر بمعروف ونهي عن منكر، وإنما اجتماع على معصية الله سبحانه وتعالى، فلذلك تنقلب إلى ضدها يوم القيامة. في الدنيا أخلاء ويوم القيامة أعداء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقين خلتهم في الدنيا وخلتهم في الآخرة، ولذلك الخليل والصديق والصاحب في الدنيا التقي يكون شافعا يوم القيامة لخليله ولصاحبه ولصديقه. ولذلك نفى الله عز وجل عن الكافرين الخلة، عن الكافرين الشفاعة، ما لهم من حميم ولا شفيع يطاع. فمفهوم المخالفة أن المؤمن له حميم وله شفيع يطاع يوم القيامة. فإذا الخلة إذا لم تكن على طاعة الله فإنها تنقلب عداوة، ومن ذلك ما يكون في الولايات. الغالب أن الوالي أو الحاكم أو صاحب الولاية يقرب تحته من يحبه ومن يرى أن فيه من يرى فيه مصلحته في عمله هو. فإذا قرب هذا الذي قربه فدل على أنه يحبه، فهذه المحبة إذا لم تكن لله وفي الله انقلبت إلى عداوة يوم القيامة. وهذا هو الشاهد لهذا الباب، ولذلك ذكر النووي رحمه الله هذه الآية في هذا الباب. وما حديث أبي سعيد وأبي هريرة قال: ما بعث الله من نبي
ولا استخلف من خليفة، أي الأنبياء والخلفاء، إلا كانت له بطانتان، لا بد أن تكون له بطانتان، إما بطانة سوء وإما بطانة صالحة، بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، هؤلاء أخيار وهؤلاء شياطين. والمعصوم من عصم الله، المعصوم من عصمه الله عز وجل من هذه الفتنة، لأن الإنسان قد يكون صالحا في نفسه وفي ولايته، فإذا اتخذ بطانة السوء قلبته رأسا على عقب، قلبته رأسا على عقب، فيتحول من كونه صالحا إلى كونه فاسدا مفسدا. ولذلك المعصوم من عصمه الله من هذا الأمر العظيم. آخر حديث ذكره المصنف في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا، إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إذا أراد الله عز وجل بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك، يعني أراد الله عز وجل بهذا الأمير غير الخير جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم. وهذا يوضح أهمية البطانة، أن البطانة الصالحة تذكر الخليفة إذا نسي، وإذا ذكر أعانته على هذا المعروف، بخلاف بطانة السوء فإنها لا تذكره بالخير، وإذا ذكر الخير لم تعنه على الخير. فعلينا أن نكثر من الدعاء أن يولي الله عز وجل علينا خيارنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم به. ثم قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. وذكر حديثا واحدا في هذا الباب، حديث أبي موسى، قال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله، وقال الآخر مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه. قد مر علينا حديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من مسألة لم تعن عليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعانك الله عليها. وهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء هؤلاء هذان الأشعريان وطلب منه أن يوليهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عثمان بن أبي العاص كما مر علينا قال: يا رسول الله جعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، فجعله إماما واستجاب لطلبه. وهؤلاء لم يستجب لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنا لنولي هذا العمل، إنا والله لنولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. ما الفرق بين هذا وهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم من عثمان بن أبي العاص أنه لم يرد بطلبه علوا أو استكبارا، وإنما أراد المنفعة، وأنه أحق القوم بالصلاة بالناس. وفي هذا الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من هذين أنهم يريدون علوا ويريدون رئاسة ومصلحة دنيوية، ولذلك لم يعطهم صلى الله عليه وسلم ما أراد، وذكر في آخر الحديث قال: لا نعطي هذا العمل أو نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. ولذلك ينبغي على الإنسان لا يحرص على ولايات صغيرة كانت أو كبيرة، حتى إمام مسجد، حتى مدير مدرسة، لا تحرص على الإمارة، لا تحرص على ولاية، ولكن إن جاءتك من غير استشراف فاقبلها إن علمت من نفسك القوة والأمانة، وإلا فإن السلامة لا يعادلها شيء. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان على هذا المنوال، أنهم لا يحرصون على الإمارة أبدا، ولكن إن ابتلوا بها قاموا بحقها. والإنسان على كل حال معرض للافتتان إذا يعني تولى مثل هذه المناصب والولايات. لذلك كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. فقد يرى الإنسان في نفسه أولا أنه قوي ويستطيع وأنه يتحمل، ثم إذا تولى منصبا جاءته سكرة المنصب، وهذا واقع مشاهد. فكم من رجل كان على
حال صالحة قبل المناصب، ثم لما تولى هذه المناصب تولى عنه الخير، نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على كل خير وأن يجنبنا كل شر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ahem.